بيشرفني ونورني في الاستوديو الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي الكبير. هنتكلم معاه في امور كتيره جدا على الساحه الرياضيه المصريه. دكتور منورنا ومشرفنا. اهلا بحضرتك واهلا بقناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيبين ودايما بخير كده. نشوف قناه الاهلي في اعلى الافق زي ما بيقول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني في قضايا كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وخلينا نبتدي بقضيه النادي الاهلي واتحاد الكره وقرار مركز التسويه والتحكيم النهارده من قبل التاجيل. التاجيل طبعا من قبل الاولمبيه ل2/7. المشهد ده شايفه ازاي بشكل عام؟ والله هو عامه الاهلي اكيد من الـ الازمه اللي حصلت، ازمه اللعب قبل الدوري، ده كان مطلب حقيقي، كان مطلب عادل من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان بينافس على الصداره ومن حقه ان هو يطلب مطالب ان هو يلعب. كان طبعا له مطلب اساسي وهو ان هو يلعب قبل امم افريقيا، طبعا ضيق الوقت وطبعا وانت معسكر المنتخب وبطوله امم افريقيا والتغييرات اللي حصلت طبعا بعد ما احنا رئيس علينا استضافه بطوله الامم الافريقيه من 4 شهور بس او 5 شهور، ده طبعا عمل تغييرات جذريه في المواعيد وفي انهاء الدوري، وكمان ضيف على ذلك اعاده مباراه الترجي والوداد مره ثانيه في نهائي بطوله دوري الابطال الافريقي. ده هيؤدي برضو الى تاخير الموسم الافريقي الموسم اللي جاي ان شاء الله، وكان المفروض فيه موسم هيبدا بدري ولكن كده هيتاخر، وبالتالي اكيد القيد لازم يتاخر طالما المباراه دي هتتعاد وقرار افريقي خد قرار بيها، لان حصل فيها مشاكل وتوقف فيها بعض الحكام المصريين. احنا طبعا يعني احنا القصه ما نعرفش ملابساتها، ولكن ان بنقول ان كل ما هو طلبه الاهلي حوالي 70 او 80 او 90% من الاهلي طلبه تم تلبيته لاتحاد الكره، اللي طبعا من حق النادي الاهلي كفرقه بتنافس وفي المقدمه ولها الاولويه ولعبت ماتشات كمان كل 48 ساعه وكل 72 ساعه مباراه، وده ادى ان يبقى في ارهاق وفي اصابات وفي حاجات كتيره جدا تم ترتبت على ان اللعب كل 3 ايام. طيب يعني هل اتحاد الكره شايفه هو السبب الرئيسي في هذه الازمه منذ البدايه؟ من اكيد نظر؟ اكيد طبعا اتحاد الكره، لانه كان عارف طبعا ان في استضافه امم افريقيا، فلازم المدير الفني المنتخب اكيد او كل اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي بتقول ان اللعيبه لازم تنضم من انديتها قبل نهايه قبل بدايه البطوله ب 15 يوم على الاقل، فده كان هيعرقل او هيجي ضد ماتشات الدوري العام، فكان يجب ان هو من بدايتها من اول ما اتاخد او من اول ما احنا خدنا بطوله امم افريقيا كان على لجنه المسابقات المحليه برئاسه كابتن عامر حسين ان هي تقول يا جماعه كده هنصطدم بواقع ان احنا بالذات بعد وصول حد كان هيبقى اكتر، لو كان الاهلي كمان وصل لنهائي دوري ابطال كانت هتبقى مشكله اكبر، لان كل ما في ماتشات كتير هتتاجل، ولكن الواقع طبعا مفروض كان يتغير، كان يا جماعه هيبقى في تغيير، هيبقى في بعد امم افريقيا لازم نستكمل، يبقى الانديه ساعتها هتعمل حسابها. انما انا اجي قبليها لا ده هنأجل، لا مش هنأجل، لا هنلعب بدون الدوليين، لا هنلعب بالدوليين، يعني كلام كتير اتقال وافكار واقتراحات و اتحاد الكوره قراراته الاخيره ان هو يعمل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد عشان يعمل حاجه اسمها لائحه لجنه المسابقات، دي اول مره تحصل في اتحاد الكوره. لازم في لائحه ثابته هو كان بيبقى في قبل كده لوائح كتير لكن ما كانش بيتم عرضها على الانديه، دي اول مره تعرض على الانديه. أيوة ويتم البت فيها من قبل الانديه ويشوفوا رايهم فيها ايه. ما انا بقول لحضرتك يعني هيتم تطبيقها بقى بناء على طلبات الانديه. والله في انديه 4 انديه، في 2 في بطوله عرب وفي 2 في بطوله افريقيا، لازم نعمل حساباتهم، لازم يبقى في جدول 4 في البطولات الافريقيه و2 في البطوله العربيه، لازم يكون في جدول معمول ومعروف ان مثلا في الميعاد كذا. طبعا الاتحاد الافريقي بيعمل الجدول بتاعه بدري، ده الادوار التمهيديه والادوار 32 وادوار ال 16 وال 8 بيبقى معروف الجدول ماشي ازاي، يبقى لازم الجدول اللي يتعمل الجدول المحلي عن طريق لجنه المسابقات لازم يتماشى بما يريح الانديه. مش انا ارهق الانديه، انا عايز الانديه تحقق مراكز متقدمه، عايز الانديه تصعد. يعني ان يمكن من ضمن الاسباب اللي ادت ان الاهلي خرج من الادوار دور الثمانيه منها الارهاق
والحمل البدني الزياده اللي كان على اللعيبه من جراء الماتشات اللي كانت ورا او متتاليه ورا بعض، كل 72 ساعه ماتش، كل يعني كان في كثره اصابات، وكلنا كنا معاصرين وشايفين الاصابات كانت كده جدا، وكانت الاصابات بتيجي في اللعيبه الاساسيين او اللعيبه اللي هم لهم دور محوري في الفريق، وزي الهدافين يعني مثلا ازارو كان ابتعد شويه، كان وليد سليمان ابتعد 3 شهور، غير مروان محسن، فدايما كانت الاصابات بتيجي في لعيبه بعينهم معينه، يعني مش هنقول مقصوده، لا هي بتيجي الاصابات يعني، فبيحاول الجهاز الطبي انه يجهز، ولكن هيحاول ازاي؟ كان في بطوله عربيه، وكان في كاس مصر، وكان في دوري مصر، وكان في دوري ابطال افريقيا، وكان في يعني كذا بطوله، والدوري المحلي، يعني 5 6 بطولات مع بعض والاهلي كان بيشارك فيهم. طب ما ده يعني كان يبقى لود، لازم يبقى في حاجه اسمها ترتيب، لازم اللي يشارك في العرب ما يشاركش في افريقيا، ده رايي انا، مش عايزين ان هو راي منطقي في الحقيقه. يعني دلوقتي الاهلي حتته افريقيا، خليك اهلي في افريقيا. اسماعيلي مثلا عايز يلعب في العرب، يشارك في العرب ماشي، ما يتفضل، لكن لازم يبقى في تنسيق ما بين لجنه المسابقات المصريه في الموسم القادم ان شاء الله، يبقى لازم في ترتيب، ودايما لازم لما يكون في عندنا اخطاء بنحاول نشيلها او نزلها او نصححها في المواسم الجايه، ده مش عيب، لكن اتحاد الكوره قاعد يقول بقى يمثل، هنلعب بالدوليين، لا هنلعب بدون الدوليين، لا طب هنلعب بعد ام افريقيا، لا طب يا جماعه انت لو عندك انت حاجه واضحه للانديه كلها، الانديه مش هتقول لا، هيوافقوا على كل حاجه، انما الاهلي لما ليه كان مطالب مطالب كانت مشروعه وكانت في محلها، لانه من الانديه اللي بتنافس، ومن ضمن الانديه اللي كانت بتنافس على الهبوط كان في بعض الانديه زي بتروجيت وكان الداخليه وكان النجوم، وكان برضو بيطلبوا تاجيل ماتشات او يعملوا، ده من حقهم، لان في حاجه في اللائحه بتقول ان من الانديه التي تنافس على الصداره ومن الانديه التي يصيبها شائبه او 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 يعني هي قربت من الهبوط، دي لها الحق انها تقدم طلب انها تاجل ماتش او تعمل، لانه ده في مصلحه الفريق نفسه، فبالتالي اللائحه دي بتسمح ان كان النادي الاهلي يطلب اي طلبات، كانت سواء تاجيل او سواء عدم اللعب او لعب المباريات في وقتها. من وجهة نظر حضرتك الجوانب الإيجابية اللي خرجت من بيان اتحاد الكرة أول أمس إيه هي؟ أولاً طبعاً تقنية الفار هتتم تطبيقها، وتم الاتفاق مع شركة إنها تيجي تطبق الفار، والفار هيبقى مهم جداً للدوري المصري، عشان ما نقعدش نعترض على الحكام بقى المصريين، الحكام المصريين وحشين ومش عارف ايه، والله اطلب الفار وشوف، وبيبقى معاك لجنه وبيبقى في موجود، هل لمست ايده، هل جت في رجله، هل جت يعني، بيبقى في تقنيه الفار مهمه جدا، وده مطلب كان عادل جدا. الحاجه الثانيه موضوع لجنه المسابقات او اللائحه اللي هتتم تطبيقها، او هتعمل لائحه ويتم تطبيقها خلال الموسم او الدوري القادم. الحاجة اللي كانت أهم برضو كان في مطلب تاني، موضوع الكده الأفريقي ده أهم شيء، تأجيل أو بنقول عليه تمديد القيد الأفريقي، تعهد الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم الإضرار بالأندية المشاركة في البطولات الأفريقية من الناحية الفنية من خلال ترحيل فترة القيد الأفريقي، تمديد فترة القيد من 30/6 إلى 5 أغسطس، وده بالطبيعي لازم يتم، لأن غصب عن اتحاد افريقيا هيعمله، عشان زي ما قلت في بدايه الكلام ان تاجيل مباراه او اعاده مباراه الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري الابطال ده لازم معتمد عليه اتحاد الكره، لازم هتلعب بالموسم، اكيد هتلعب بالموسم القديم، مش هتلعب بالموسم الجديد، فبعد ما يخلص الماتش وتخلص يبقى كده نهايه موسم، هبدا افتح فتره القيد، ونهايه الموسم بتاعت الدوري الابطال افريقيا جايه في امم افريقيا مش هقدر، لان كل لعيبه مع فرقها في منتخباتها، فلازم بعد نهايه البطوله اللي هي 21/7 ان شاء الله، هيبقى بعديها هيبدا الاتحاد الافريقي او يبدا يلعب مباراه الوداد والترجي، وبعديها يحدد ميعاد فتح او غلق بدايه القيد ونهايه القيد الافريقي بدون غرامات، زي ما بيبقى اللي فيه فتره للغرامات حسب التوقيت الصيفي او حسب الميركاتو الصيفي اللي بيتم التعاقد مع اللعيبه، ولكن متهيألي اعتقد ان هذا التعديل او هذا التمديد هي يعني هيفي
او يعني هيعفوا معظم الفرق اللي هي مشاركه ببطوله افريقيا انها تدفع غرامه، لان هيكون بعد التوقيت بعد نهايه افريقيا وبعد كل حاجه وكل الدنيا، يعني 5 اغسطس دي هتبقى يعني بعيده خالص عن البطوله، يعني حوالي شهر بعد البطوله او حوالي 20 يعني حوالي اسبوعين او 3 اسابيع بالظبط، 3 اسابيع. طيب بخلاف هذا الملف عايز اخد راي حضرتك على استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، هل شايفها مفاجاه ولا يعني وجهه نظرك في هذا القرار ايه؟ والله استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، اكيد المدير الفني للمنتخب التونسي لوجهه نظر ممكن يكون عنده بعض اللعيبه افضل منه في هذا المركز. يعني انا بقول ان علي معلول طبعا جناح في النادي الاهلي، جناح متميز جدا ومن ضمن اللعيبه المتميزين اللي لهم دور اعتقد في تحقيق الفوز في معظم مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها، لان هو متميز وعنده لياقه بدنيه عاليه لكن الراي ده انا مش عايزين ننتقد نقول انه طلع او ما طلعش، لا هو علي معلول خامه كويسه، خامه طيبه، زي ما في برضو عندنا برضو في منتخب مصر في بعض اللعيبه تم استبعادها بالزبط. ومش يعني احنا مش عايزين نخوض في الكلام دلوقتي نتكلم نقول يا جماعه ده تم استبعاده عشان مش لا، هو خلاص المدير الفني لوجهه نظر ونحترم وجهه نظر المدير الفني، بس هي مفاجاه. هي مفاجاه طبعا، هي مفاجاه. ممكن هو علي معلول يعني او الجهاز الطبي للنادي الاهلي او الجهاز المنتخب ممكن يقول لنا اذا كان في حاجه في الناحيه الطبيه او اذا كان في حاجه من الناحيه الفنيه دي، هو طبيا هيبرر اي حاجه خالص. واضح ان استبعاد فني مع سوء العلاقه ما بينه وبين ألان جارسيا مدير فني المنتخب التونسي، يعني ده الواضح من خلال التقارير اللي احنا بنقراها. بس انا هقول لحضرتك على حاجه برضو بقى، يعني انا بقول لحضرتك ان لو المدير الفني شايف ان اللاعب ده هيجيب له ايجابيه او هيكون دافع للفوز او لتحقيق اي حاجه مش استحاله هيفرط فيه. بس وارد، لان في انديه كتير ومنتخبات كتير بيبقى الموضوع بالنسبه لهم عند يعني الاجهزه الفنيه أو المدير الفني بالتحديد ممكن يكون بياخد الموضوع عند شويه، بترجع لشخصيه المدير الفني وجهه نظره يعني. طب العند عشان ايه؟ طيب ما هو ده هو رايح يلعب باسم منتخب بلاده، هل المدير الفني لمنتخب بلاده اذا كان محلي او اجنبي او يعني هو بالاضافه ان هو عنده بدائل لكن ممكن يكون له وجهه نظر اخرى، يعني اكيد بحترمها، لكن هي في حد ذاتها هي يعني مفاجاه. هي مفاجاه بس يعني ما انما مش مفاجاه محيره، يعني هو مفاجاه ما في كتير زي ما احنا قلنا اجيري ما اختار بعض الناس منتخب مصر، في بعض الناس كتير جدا تستحق انها تنضم للمنتخب واحنا والمدير الفني يعني ما خدهاش، ودي كانت مفاجاه لينا برضو، مفاجاه لينا في منتخب مصر، ولكن مش على الناحيه الطبيه ولا الناحيه الفنيه. يعني هو اكيد له وجهه نظر معينه فنيه بدنيه مهاريه، كل ده يسال عنه، وهو في النهايه يتم بقى نقول ان احنا نسال بعد نهايه البطوله، نسال المدير الفني انت كان عندك في الحته دي تقصير، طب ما خدتش فلان وفلان 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 كده يعني. انما الوقت ازف، النهارده 12 يعني فاضل اسبوع على البطوله او 9 ايام. فطبعا هنقعد بقى، لا هو وجهه نظر تحترم المدير الفني سواء تم استبعاد او ضم اي لاعب ايا كان صفته او كونيته، فطبعا احنا بنحترم وجهه النظر للمديرين الفنيين للمنتخبات، اكيد كل مدرب عايز نفسه يبقى احسن. طيب بمناسبه علي معلول خلينا سريعا ناخد بعض اراء وتفاعلات جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء على فيسبوك او على تويتر. خلينا نبتدي بفيسبوك. اسلام محمد قال علي معلول لاعب محترم جدا ولاعب راجل في الملعب بروح عاليه في الملعب، كابتن ربنا يوفقك مع النادي الاهلي، منتخب تونس خسر لاعب عظيم جدا. عماد راشد قال في ظهرك يا علولو، وبينتقد المدرب يعني. هشام عثمان قال افضل باك شمال في القاره، احنا معاك يا علولو، الاهلي وطنك يا معلول. كمان حسام حسن علي قال وطنك الاهلي يا علي، احسن باك شمال في افريقيا وشعب الاهلي معاك. القائد ابو محمد قال علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، جمهور الاهلي معاك يا علولو، والقادم افضل ان شاء الله. ناجي ابو تعيمه بيربط الموقف ده بموقف حسام غالي واستبعاده من المنتخب مع كوبر، قال كان عندنا كوبر مستبعد حسام غالي رغم انه احسن من النني وطارق حامد، مع احترامنا طبعا الاثنين اللعيبه دول، كان حسام غالي نجم كبير جدا. علوله في القلب، ده كلام ناجي ابو تعيمه. السعيد رفاعي قال جمهور الاهلي كله وراك يا علوله ما يهمكش. احمد منعم قال استبعاد علي معلول اكيد رؤيه فنيه للمدير الفني، لان مفيش مدرب بيحب يخسر اي مباراه، دي وجهات نظر. ولكن يبقى علي معلول رمز من رموز نسور قرطاج.
محمود محمد قال ما فيش شك يا امير ان معلول افضل باك شمال في افريقيا. يعني اراء كثيره جدا شفناها على فيسبوك، نروح نشوف على تويتر صفحه قناه الاهلي وتفاعل الجماهير بخصوص علي معلول وهذا الخبر المفاجئ. سعاد علي قالت ما يهمكش يا معلول، احنا واثقين فيك وعارفين ان قلبك مع بلدك برغم استبعادك من المنتخب. وعلي معلول لعب سوبر من طراز الكبار. كريم عبد الرحمن قال علي معلول نجم كبير يعرف قيمة النادي الذي يرتدي تيشيرته، وسبب استبعاده علي معلول تأثيره إيجابي للنادي الأهلي عشان أكيد اللاعب هيريح يعني من وجهة نظره. هبة أحمد قالت إن هم الخسرانين يا معلول ولا يهمك. آية زيدان والله أحسن لينا، إحنا كنا خايفين عليه من الإصابات. آخر تعليق هاخده معايا هو خاص بهبة أحمد واللي قالت بقول كده يريح شويه، الكلام مش واضح في الحقيقه. بتقول ما انا بقول كده يريح شويه وانبسط، الاجازه ما فيهاش حاجه يعني ما فيهاش مباريات ولا ارتباطات. واضح الحب الجارف من الجماهير الاهلاويه لنجم كبير جدا زي علي معلول، اكيد نتمنى له كل التوفيق والتالق خلال المرحله اللي جايه مع النادي الاهلي. عايز اروح مع دكتور مروان لملف اخر وهو خاص باستعدادات منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه. رايك في الاستعدادات للمنتخب، وهل هي استعدادات كافيه ومناسبه منتخب مصر قبل بطوله كبيره ومحفل كبير زي ده؟ هو انا اعتقد ان المباراتين بتوع تنزانيا والمباراه الثانيه مع غينيا، يوم 21 غينيا صح تقريبا، غينيا وتنزانيا. تنزانيا الاولانيه هتبقى بكره ان شاء الله الخميس في برج العرب، والمباراه الثانيه يوم 16 10 قبل تفتح البطوله. هو اعتقد طبعا المعسكرات كان دايما الكابتن جوهري رحمه الله عليه جنرال التدريب كان بيحب المعسكرات الطويله. ليه بقى؟ كان يحب ليه؟ عايز يبقى في تناسق والتحام ما بين اللعيبه، عايز يعرف، عايز يشوف، عايز يكتشف. ده يعني انا حضرت تدريبه ليه في منتخب في استاد القاهره للمنتخب الوطني الاول قياده الكابتن محمود الجوهري، اعتقد 2000 وكام يا ربي، بس انا مش فاكر التوقيت. كان كابتن محمود الجوهري اخر حاجه كانت 2001 او 2002 بالنسبه له يعني مع المنتخب على ما اتذكر. انا كاس العالم 2002 انا بقول لحضرتك انا حضرت تدريبه لي يعني يمكن كانت 99 او 2000 او 2001. كان عايز يبني فندق جنب الملاعب الفرعيه بتاعت الاستاد عشان يبقى اللعيبه مركزه تطلع من الفندق على الملاعب. يعني كان بيحب دايما، وانا كنت معاه، وانا انا في الراي اللي هو بيقول ان لازم يكون فترات طويله قبل بطولات الافريقيه وبطولات العالم او البطولات القاريه فتره لا تقل عن 3 أسابيع لشهر عشان استعداد يكون مناسب. طبعا استعداد اولا في حاجه اسمها الناحيه البدنيه، هشوف الناحيه البدنيه واعمل قياسات للناحيه البدنيه للعيبه وابدا افنط اللعيبه واعمل لهم مستويات. بعد الناحيه البدنيه في حاجه الناحيه المهاريه والناحيه الفنيه، برضه لازم اعمل قياسات واعمل ومعايا الجهاز الفني المعاون بيكون على 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 ان هو يساعد في القصه دي، كل واحد مسؤول في حته ليه حته معينه. الجهاز الطبي نفس القصه، بيبقى منظومه متكامله، منظومه الجهاز الفني في خلال هذا الشهر. بعد ما ابدا بقى والفريق جاهز بدنيا وفنيا ومهاريا ابدا اعمل مباريات وديه اقيس واعمل عليه اقيس نسبه الاجاده، نسبه الفنيات للعيبه، نسبه المهارات للعيبه، ايه اللي عايز يتصلح. بعد ما تخلص اخر مباراه اقعد بقى ايه استنى البطوله 4 5 أيام كده، ونقعد بقى نحط الورق كله على الترابيزه ونحط كل حاجه وكل الجهاز يكون قاعد سين عليه كذا، صاد عليه كذا، الف عليه كذا. اول ماتش هيبقى مع فين؟ مع فلان، مع علان. هنعمل كونتر اتاك، هنعمل رجل لرجل، هنعمل هنصنف طريقه طرق اللعب، هنخوض بطريقه كذا مع المنتخب الفلاني، المنتخب الفلاني ده بيتميز بكذا. لازم يكون احنا عندنا الحلول البديله الموجوده لاداء المباراه امام هذا الفريق. وكان دايما او انا بنصح، هو الفتره طبعا هي على كل الفرق مش علينا احنا بس، على كل الفرق الافريقيه كلها دايما تجمعت. ولكن ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب الوطني بقياده الكابتن اجيري، وكلنا خلف المنتخب. وطبعا هو يعني انضمام محمد صلاح للمنتخب هو ده اللي انا عايز اساله على حضرتك عليه. هل انضمام محمد صلاح اليوم جه متاخر شويه، ولا كان المفروض ان هو والله طبيعي ان هو ياخد فتره الراحه دي وبعدين ينضم قبل 9 أيام بس من انطلاق البطوله؟ لا، هو محمد صلاح جاهز فنيا وبدنيا
بدنيا و... ولازم بس لما بياخد فتره راحه اكيد لازم بدنيا ياخد... بيقل شويه طبعا. ما هو طبيعي ما هو هياخد فتره راحه ليه يا جماعه؟ بس هو لو جه دخل على طول استاذ امير هيبقى يعني جه من زي ما بيقولوا من الدار للنار طبعا. يعني هيبقى تعبان ومجهد ومش هيقدر يكمل. لازم كان يسترخي، لازم يبعد عن الكره خالص. وده العلم التدريبي بيقول كده، علم التدريبي بيقول لازم اللاعب طالما وصل للطب، هو وصل لنهائي اوروبا وخد البطوله، ولازم كان لازم يريح بقى خالص، ياخد راحه سلبيه عشان يرجع تاني مره تانيه يطلع الكيرف، يطلع الى اعلى مداه في بطوله امم افريقيا. وربنا يوفق الجميع، ومحمد كابتن محمد صلاح من اللعيبه المحترمين، من اللعيبه اللي لهم باع كبير جدا، وهيبقى طبعا هينضم هو النهارده اول تدريبه ليه في برج العرب. انضم وتدربه اعتقد يعني طبعا بتيجي بتدي معنويات للعيبه، يعني في معنويات اللعيبه اللي هي في الـ في الـ في الـ في الدوري المصري المحلي، غير الدوري غير المحترفين لما بيتضموا مع بعض ويقعدوا مع بعض بقى واقامه. وسمعنا في كلام كده تعليق ان هو عايز اوضه واحده. لا طبيعي ان هو ياخد اوضه لوحده، والراجل عايز اوضه، عايز اكيد ليه طقوس لحاجات معينه عايز يعملها، ممكن هو يقعد معك يعني. بس ده خبر مؤكد موضوع انه طالب اوضه لوحده؟ يعني ده كلام بيتقال انه هو كان يعني مش طلب خاصه بالمنتخب والمحترفين فيها. احنا بالنسبه لنا احنا كمتابعين عايزين النتيجه في الاخر. المهم ان احنا احنا واقفين ورا المنتخب قلبا قالبا، سواء اعلام او صحفيين او نقاد او كلنا وشعب وجماهير وحكومه، وحتى رئيس الجمهوريه كان بيطمئن على سادات البطوله الفتره اللي فاتت، والراجل يعني مدي كارت بلانش بكل توفير كل الاحتياجات الخاصة بالبطولة عن طريق السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. دايما كان في زيارة ليلية أول أمس لاستاد القاهرة، وبيشوف كل أماكن المستضيفة للبطولة المدى الاستعداد ليها، وربنا يوفق إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة، ونرجع الجمهور العائلي اللي كان موجود في 2006 لمدرجات استادات القاهرة والسادات الأخرى المستضيفة للبطولة أمم أفريقيا إن شاء الله. استاد القاهرة أو صور صراحه بقى مرحب جداً طبعا جداً. اكيد حاجه أكيد. جميله قوي، شكله اتغير تاني خالص. كان معمول على النظام الالماني الاول، دلوقتي اتغير. النجيله دي على فكره جايه من هولندا. النجيله بتاعت معموله من بالتزامن ما بين هولندا وما بين نجيله معموله هنا في مصر. وربنا يوفق ان شاء الله اللجنه المنظمه في الخروج بالبطوله الى اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، لان احنا هدفنا في النهايه ان شاء الله ان البطوله تنظيميا تنجح بشكل كبير جدا، وفنيا تنجح بشكل كبير جدا، والاهم بالنسبه لنا كلنا اللي هينجح كل المنتخب ياخد البطوله باذن الله. لكن بخصوص جزئيه صلاح، انا مش يعني بتكلم بالتحديد على ان ما كانش في ميعاد محدد تم الاعلان عنه ان هو يضم محمد صلاح، لكن يا سيدي خد الراحه، انت تستحق تستريح وكل حاجه ومفيش اي مشكله، وانت يعني احنا بنحبك قوي. لكن ليه الاتحاد المصري او منتخب ما اعلنش عن ميعاد محدد لانضمام محمد صلاح؟ دي كانت غلطه الجهاز الفني بقى. تمام، هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. غلطه الجهاز الفني ان هو عارف انه عنده بطوله اوروبا. المفروض بيبقى عنده فتره سماح. هو راجل مدير فني وفني وفاهم وعارف كل حاجه. انت راجل خلص بطوله وكان في اعلى كيرف في اعلى مستوى، هتديله كام يوم عشان ينزل ويرجع؟ يعني مثلا اسبوع، خمس ايام، اربع ايام، ست ايام. انت مدير فني وانت اللي عارف وانت اللي تقول، وانت اللي تقول يا جماعه محمد صلاح ينضم في الوقت الفلاني. ونبعت لمحمد صلاح يا كابتن. هو مش هيقول لا، الراجل او اللاعب سواء لاعب او يعني مش هيقول لا ان انا هنضم. هو طبعا النهارده انضم قبل البطوله بتسعة ايام. يعني طبعا في انتقادات وفي كلام طبعا ليه ما ينضمش، هو اللي اداه او اللي لعبه صلاح غير اللي زمايله لعبوه التانيين. اكيد طبعا، فمستوى الحمل البدني كان عليه عالي، مستوى الفنيات بتاعه وصل لاعلاها واعلى فورمه، فلازم كان من الطبيعي او من 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 اساسيات علم التدريب الرياضي، لازم اللاعب وصل لاعلى قمه لازم ينزل تاني خد راحته ويرجع يطلع تاني لما يكون في بطوله. تمام، بالنسبه للمنافسه في بطوله الامم الافريقيه، تتوقع مين يوصل المربع الذهبي مثلا، او مين الفرق او المنتخبات المرشحه للفوز باللقب؟ والله طبعا احنا اكيد مصر من ضمن الفرق. يعني احنا عايزين نقول بعض الدول الثانيه اللي كان ليها باع او يعني كانت موجوده، ممكن انا مش طيب مش متابع حضرتك بالمتابع البطوله بان مصر تفوز بالبطوله. طبعا ان شاء الله، يعني لو ان في ناس متشائمه ومش هنوصل وبتاع، لا احنا كنا في 2016 في 2006 اقصد بدايتنا، يعني كان فوزنا في اخر ماتش وصعدنا باخر ماتش. يعني صعدنا الدور الثاني باخر ماتش.
نتمنى كل الامنيات ان منتخبنا يوصل وينافس ويصعد، وده مش هيجي الا الهدوء الاعصاب من الجهاز الفني ووقوف الجماهير خلف المنتخب تشجيعا، نحضر ونشجع سلبي ايجابي سوري نشجع تشجيع ايجابي مثالي. لازم تكون التشجيع بدرجه عاليه، ما نتكلمش في اسماء، ما نتكلمش في حاجه، ما نخدش في اي حاجه، لازم يبقى التشجيع بطريقه ايجابيه عاليه جدا عشان المنتخب يوصل او كل ما يصعد من مرحله بتتصعب العمليه. يعني هو دلوقتي احنا كمان البطوله دي بتتلعب بنظام هيبقى الاول والثاني من كل مجموعه، واعتقد هيبقى احسن التوالد، لان الـ البطوله دي اول مره 24 فريق بالزبط. فهتبقى صعبه جدا أكيد. هتبقى صعبه وهتبقى بطوله من اصعب البطولات اللي المفروض هتتلعب او اللي هتتلعب في بطوله افريقيا. وكل امنيات والتوفيق لمنتخبنا وكل الفرق المشاركه في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور مروان صالح، انا بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت طبعا بتواجد حضرتك معنا النهارده. ألف شكر. بشكرك شكرا ألف جزيلا. ده كان لقائنا مع الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي الكبير. حلقه النهارده كانت حلقه مهمه جدا، اتكلمنا فيها في العديد من الامور والجوانب الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام. اكيد نتمنى كل التوفيق خلال الفترة الجاية سواء للنادي الأهلي في استعداده للموسم الجديد، لمنتخب مصر كمان الأهم خلال الفترة الجاية استعداده بشكل قوي، بداية المباراة الودية غدا إن شاء الله أمام تنزانيا، ويكون استعداد بشكل مناسب للفوز بهذا اللقب، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا كمصريين، وكلنا هنساند أكيد المنتخب بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله ليحصد اللقب رقم 8 في تاريخه. كل التوفيق إن شاء الله للكرة المصرية بشكل عام. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا وحلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله. إلى اللقاء.